الرحيم المخلص هل فصلك من صف الرسل أم حرمك من موهبات الأشفياء هل تناول العشاء مع أولئك وأقصاك عن المائدة هل غسل أرجل البقية وأعرض عنك فيا لكم من الخيرات صرت ناسيا
كن أنت يا رب علمني حقوقك. جمع الملائكة انذهل متحيرا عند مشاهدته إياك محسوبا بين الأموات. كان موت المسيح شفاء وتجديدا للطبيعة البشرية، فغدا جميع البشر مدعوين لأن يقوموا ويتحولوا إلى ملء الحياة. موت السيد استعادة لطبيعة الأنام وعطية مجانية لمحبة الله. ولكن ملكوت السماوات ومعاينة الله والاتحاد بالمسيح تستلزم رغبة الإنسان الحرة وشوقه، هي معطاة لمن تاقوا إليها وأحبوها وسعوا إليها بكل قلوبهم. وأيضاً طريق الحياة هي طريق التضحية وبذل الذات والزهد بالنفس. الإنسان المؤمن مدعو أن يرتبط شخصياً بالسيد الغالب الموت عبر اعتراف الإيمان والتوبة. هو مدعو أن ينكر ذاته، أن يهلك نفسه لأجل المسيح ولأجل إنجيله، أن يحمل صليبه ويتبع المخلص. ومن لا يموت مع المسيح لا يمكنه أن يحيا معه. يقول القديس إغناطيوس الأنطاكي: إن لم نقبل بمحض خيارنا أن نموت لآلامه فحياته ليست فينا. هذا المسعى لتلقف الحياة الإلهية السرمدية، هذا الحمل الطوعي لصليب المسيح، يؤكد عليه كلام الرسول بولس أننا نحمل في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في جسدنا. لأننا نحن الأحياء نسلم دائماً إلى الموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضاً في أجسادنا المائتة. المسيحيون ينالون في شركة موت المسيح ما هو أسمى من أي خلود طبيعي للنفس والجسد. إنهم يحظون بالشركة غير المنقطعة مع الثالوث المحيي ومع الحياة الإلهية. يدخلون في شركة التأله. الرب يسكن فيهم ويجعلهم هيكلاً لكمال ملكوته الذي استعلن على الصليب وفي قيامة المخلص. الذي على
كفيرا كاذبا تسربلا الذي وشح السماء الذي أعتق آدم في الأردن ختن البيعة سمر بالمسامير وابن العذراء نسجد لآلامك أيها المسيح نسجد لآلامك أيها المسيح فأرنا قيامتك المجيدة اليوم
يلا شوف.